السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث المهني، أهلا وسهلا بكم في مرشحات مادة اللغة العربية القواعد. مثل ما تعرفون في البداية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. قد يجيكم سؤال هاك مثل هيك سؤال، يعني مثل بجملة مفيدة. إذا أراد منكم اسم فاعل، دائما اسم الفاعل هو يا اما يكون على وزن فاعل او يكون ابدال ياء المضارعه ميما وفتح ما قبل الاخر، مثل اسم فاعل يعمل عمل فعله دال على الفعل الماضي، مثل المكرم ضيفه امس شهم. شوفوا المكرم، المكرم هنا اسم الفاعل. ايضا عندنا مثلا اسم فاعل يعرب حال، جاء الطالب حاملا حقيبته، حاملا هو اسم الفاعل. اسم مفعول مسبوق باسم استفهام مكتوب الدرس. حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، جاء علي ثم أحمد. حرف عطف يفيد الشك، جاء علي أو أحمد. توكيد لفظي أو توكيد لفظي لضمير متصل متصل، كتبت أنا الدرس. أيضا عندنا مثل حرف عطف يفيد الغاية، يموت الناس حتى الأنبياء. توكيد معنوي مجرور، سلمت على الطلاب كلهم. تمييز ملفوظ، اشتريت رطلا تمرة. توكيد معنوي أو توكيد لمثنى، جاء الطالبان كلاهما. منادى نكرة مقصودة، يا ظالم أنت إن الدهر خوان، يا ظالم إن الدهر خوان. حرف عاطف يفيد التخيير، كل فاكهة أو خبزا. صفة جملة اسمية، صادقت طالبا أخلاقه حسنة. صفة شبه جملة، رأيت طائرا فوق الشجرة. حرف عاطف يفيد التفصيل، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا إذا حرف عطف اللي هو أو. تمييز ملحوظ، طاب المكان هواءه. صفة جملة فعلية، رأيت عاملا يتقن عمله. بدل مطابق أو بدل مطابق مجرور، أدافع عن وطني العراق. بدل جزئي أو بدل جزئي منصوب، رأيت الطلاب نصفهم. أيضا عندنا نكمل أعزائي الطلبة، بعد خلينا نشوف ايش عندنا هنا. عندنا قد يجينا سؤال بهذه الصيغة، اكتب الأعداد بالكلمات. تكتب مثلا 10 طالبات، تكتب 10 طالبات، العشرة ما تطابق، خلوها ببالكم، 10 لا تطابق. بضع مهندسين، بضعة مهندسين. اشتريت 22 مصباحا، اشتريت 22 مصباحا، لأن اشتريت 22 مفعول به فأنصبها. شارك 12 طالبا، 12 باعوا 12 طالبا، الاثنا عشر هنا شوفوا، اثنا شارك 12 طالبا في السباق. اشتريت 35 زهرة، اوقدت 20 شمعة، رأيت 8 معلمات. ايضا عندنا من 3 إلى 9، يكتب العدد مع تاء مربوطة اذا كان المعدود مذكر، ويكتب بدون تاء مربوطة اذا كان المعدود مؤنث. العشرة، الـ11 والـ12 الجزئين يطابقان المعدود إذا كان مذكر أو مؤنث. الـ13 والـ19 الجزء الأول يخالف المعدود والثاني يطابق المعدود، يعني العشرة. 20 و30 و90 بلفظة واحدة، ونراعي النصب والرفع، مثلا 30 مرفوعة، 30 منصوبة أو مجرورة. الأعداد الـ200 والـ1000 والـ4000 تكتب بلفظة واحدة سواء كان مذكر أو مؤنث، وتراعي العدد إذا كان مؤنث فيرفع، مثنى فيرفع بالالف، وينصب ويجر بالياء، مثل 200 200. السؤال عندنا ايضا، اذا اعرف ما تحته خط، قد يجينا، جاء الطالب مسرورا قلبه، مسرور حال منصوب بالفتحه وهو اسم مفعول. امنجز اخوك واجبه، الهمزه استفهاميه. منجز مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره، وهي اسم فاعل. ادافع عن وطن العراق، العراق بدل مجرور وعلامه جره الكسره. اشتريت رطلا سكرا، رطلا او سكرا، تمييز منصوب بالفتحه. الجاني ثمر وقته حكيم، الجاني مبتدا مرفوع بالضمه. ايضا عندنا قد يجينا، عين المنادى وبين نوعه، يا صاعدا جبلا، يا صاعدا شبيه بالمضاف اللي هو المنادى، يا شباب اليوم، شباب مضاف، يا علي انتبه، علي علم، يا ايها الطالب، ايها نكره مقصوده، يا هذا الرجل، هذه معرفة مفردة. أيضا عندنا بعد يجي هنا مثلا السؤال، عين المشتقات وبين سبب العمل، المهذبة أخلاقه محمود،
نقول هنا وين المشتق؟ المشتق هو محمود، نوع اسم مفعول صفة، أو لست جاحدا نعمة ربي، جاحدا اسم فاعل مسبوق بنفي، أو هنا مثلا مقصوص اسم مفعول خبر، وهكذا. أيضا قد يجينا هنا على يقصد لنا على موقع الهمزة، فمن أجي أنا على موقع الهمزة مثلا أجب عما يأتي موقعين من مواقع همزة الوصل في أول الأسماء المعرفة بأول بأل وأول فعل الأمر الثلاثي. متى تحدث همزة الوصل؟ في كلمة، في لفظا وكتابة، في كلمة اسم وابن، وتحذف في اسم إذا دخل عليها حرف الباء وأضيفت لي الله مثلا وكانت بالبسملة، كلمة كاملة ومن ابن إذا لم تقع أول السطر وكان الصفة بين علمين. أيضا موقعين من مواقع همزة الوصل في أول الفعل المضارع المبدوء بهمزة وأول جميع الأحرف عدا ال. مثلا هنا أيضا عندنا قد يجينا حول الصفة من جملة إلى مفردة، أثنيت على عامل يتقن عمله، اشتريت مصباحا نوره متوهج. هنا من أرد حول من جملة إلى أثنيت على عاملا متقن عمله، بس أحول الفعل، هذا الفعل أحوله إلى اسم، يعني قد أحوله إلى اسم مفعول أو اسم فاعل. اشتريت مصباحا نوره متوهج، هنا أقول اشتريت مصباحا متوهج النور، صار صفة مفردة. أو هذه لوحة رسمها أبي، هذه لوحة مرسومة، أو هذه لوحة أبي راسمها، زين بهذه الصيغة. أيضا هذا مصنع مكائنه حديثة، أقول هذا مصنع حديث المكائن أو هذا مصنع حديثة المكائن. أيضا إحنا قلنا مالت المنادى، أو يجينا بهذه الصيغة اجعل الكلمة تمييزا بجملة مفيدة، قمحا أخلاقا، زرعت دونما قمحا، أو الرسول مثلا أحسن الناس أخلاقا، هذا تمييز. أيضا أعرب الجملة مثلا كان أبو الطيب، كان فعل ماضي ناقص أبو الطيب، أبو اسم كان مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والطيب مضاف إليه، المتنبي بدل مرفوع بالضمة، وشاعرا خبر كان منصوب بالفتحة، وحكيما صفة منصوبة. هذني أعزائي الطلبة كل ما موجود في قواعد اللغة العربية بالنسبة للصف الثالث المهني بكافة فروعه. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا بالاشتراك على القناة، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.